السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي ندوي على واحد الموضوع مهم جدا تخص الحياة العامة في أمريكا، اللي هو بزاف الناس ما تعرفوش، خصوصا يعني الناس اللي عايشين خارج أمريكا، اللي هو موضوع البوي فريند والجول فريند. البوي فريند والجول فريند مي غادي يجي المهاجر لأمريكا غادي يشوف هذا الوضع بزاف. اللي شنو هو؟ يعني تلقى شاب عايش مع شابة كأصدقاء. احنا عندنا مثلا في العقلية العربية ولد وبنت أصدقاء، لكن هنا في أمريكا كاين حاجة أخرى اللي هي البوي فريند والجول فريند. البوي فريند والجول فريند هي علاقة بين شخصين للمجتمع تعترف بها، ما تتبليش بأنها غريبة، تتقبلها. يعني عائلة البنت تتقبل أن يكون عندها بوي فريند، وعائلة الولد تتقبل أن تكون عنده جيرل فريند. البوي فريند والجيرل فريند في أمريكا ماشي هي كصديق مثلا عندنا بين قوسين في الدول العربية. أنا طبعا في بأنه دابا ما تنهضرش على الدين، لكن تنهضر على وضع اجتماعي كاين هنا في أمريكا. فالبوي فريند والجول فريند كما قلنا هي ماشي صديق، بل هو كرب أسرة. يعني مثلا نقولوا راه تقول لك البنت هنا في أمريكا البوي فريند تاعي، فهو كرب أسرة، لأن 90% تكون عايشة معاه. يعني البنت تستقل أو الولد تستقل على العائلة تاعته، وتيمشيو وتيسكنوا بجوج وتيكونوا أسرة. يعني يقدر يكون عندهم أولاد، يقدر ما يكونوا عندهم أولاد، ولكن تيكونوا عايشين بجوج، عندهم علاقة جنسية، يعني كأنهم متزوجين. يعني هذا الشيء في نظر المجتمع الأمريكي وفي الثقافة الأمريكية شيء عادي، رغم أن للمهاجرين العرب اللي ساكنين هنا في أمريكا فتيبان لهم بأن هذا الشيء خارج الدين، وبأن هذا الشيء يعني زنا قانوني. لكن بعض كنت نقول انا مثلا نقولش الجميع، ولكن بعض الناس تلقاهم انهم عرب مسلمون، يعني تلتجعوا تلقى عنده الجول فريند تاعو البوي فريند تاعو. انا شخصيا مسلمين تيصلوا معايا في الجامع، ماشي مغاربه، ولكن عندهم الجول فريند تاعو والدين معاه، يعني عندهم اولاد معاهم، يعني جول فريند البوي فريند، يعني ما كاينش وثيقه زواج او شي حاجه. علاش البوي فريند والجول فريند تيفضلوا هنا في امريكا؟ تيفضلوا لانه كل شيء عادي، لانه مقبول قانونيا، لانه مقبول من طرف العائله، وثالثا لان تيفضلوا هو يكون بوي فريند والجول فريند حسن من الزواج، لان مراسم الزواج او البروسيدور تاع الزواج شويه معقدين، لان الزواج سهل هنا في امريكا. يعني دغيا انسان تيتزوج، لكن نهار تيطلق او تيحصل مشكل تاع الطلاق فتياخذ بزاف الوقت، الاجراءات طويله، تيكون يعني تيشوفوا الاملاك، تيشوفوا عندك الانسان مع ديك السيده شحال عاشوا، شحال يعني الممتلكات تاعهم، شحال عندهم في البنكه، واش عندهم يعني عقارات، واش عندهم. ففي الاخير تلقوا بان مثلا الى طرا الطلاق فانك شي تيطرا واحد التقسيم في الممتلكات، تقسيم في الثروه، تقسيم في الاموال. فلذلك بزاف تاع الناس هنا في امريكا، لا الشباب، وكاين الناس اللي كبار في السن لانهم عندهم ولادهم كبار. يعني تلقى الانسان عنده 60 سنه 62 سنه وباقي جول فريند مع بوي فريند مع المراه تاعته، وعندهم ولاد كبار، وطل واحد النهار توصل واحد 65 سنه و 63 سنه عاد تيبي يتزوجوا، باش تيقول لكم حتى تعرفوا الانسان كي داير. يعني هذه الثقافه تاعتهم خصنا نحترموها، لان لا علاقه لنا بهم. يعني انا ما تندعيش مثلا مغربي نقول او عربي سر تكون عندك جول فريند والبوي فريند، لانها فيها مشاكل، فيها مشاكل. يعني الانسان ما ما ما, ما تيسحب، واش مساله عاديه. لكن خصنا نعرفوا واحد الحاجه هنايا، بوي فريند وجول فريند بمجرد ترى مثلا حامل فانت هو الاب. يعني هذاك البوي فريند مع الجول فريند تاعو، يعني الولد مع البنت، من تحصل واحد الحامل البنت تصبح حامله، فهاد الانسان هو بات هذا الولد، يعني تيتحمل المسؤوليه تاعته. بعض المرات تترى صراعات خصام، يعني فالبنت تمشي للمحكمه تترفع دعوى، فبعض الخطرات او بعض الاحيان ان الشخص الرجل تطرد من البيت، تيغطيو البيت المنزل او البارت الشقه للزوجه، لان هي اللي حامل، هي اللي عندها ولد، وتتفرض على الزوج انه يخلص تشايلد سيبورت، او ما يسمى في الاسلام او في الثقافه العربيه بالنفقه. يعني هو مجبور بدفع النفقه للطفل لغايه ما يوصل 18 سنه. فكما قلت لكم البوي فريند والجول فريند راه ماشي فقط صداقه، يعني انسان تتلقى مع بنت فهي هنايا راه بمثابه شي حاجه يعني زواج.
بدون يعني وثيقه يعني قانونيه. فهادو من الحوايج اللي بغيت انني نوضحها يعني للجميع. يعني الانسان يبتعد على هذا الشيء. ماشي انا قلت لكم ما تكونش عندك اصدقاء يعني من البنات او الاولاد، ولكن باش توصل ان الدرجه ان توصل لواحد المواصله تاع صديق او جول فريند بوي فريند وتولي عندك علاقه فحذري. الا كانت شي زواج فا اوكي، اما الا كانت علاقه انك تتعيش مع واحد الانسان بدون وثيقه رسميه وثيقه قانونيه، ف يعني الانسان تيتحمل مسؤوليته. انا هنا ليس كواعظ ديني، لكن تنصح يعني الانسان انه يتزوج احسن طريقه بالنسبه اليه. هذيك ثقافه امريكيه، ثقافه هذا المجتمع اللي عايشين فيه يعني تنحترموها لان ثقافتهم، لكن تنتمنوا ان نربي ولادنا مثلا انه ما ربيوش ثقافه البوي فريند والبوي فريند يكون عنده اصدقاء ولكن واحد النهار انه يتزوج. في نهايه هذه الحلقه تنتمنى ان هذه المعلومات تكون فاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.